بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام من كل مكان، ما زالت التحديات والانطلاقات متواصلة في هذا الصباح الجميل، ومع انطلاقة جعادين هذا السن سن اللقاية الشوط الثاني للجعادين في تعداد أشواط هذا الصباح. أذهب مباشرة مع الانطلاقة الجميلة والاندفاع المتميز في هذا المسار اللي واصل فيه الظبي أحمد بن حميد بن محمد المقبالي، لكن اللي غير على مجريات هذا المسار الجميل اللي قادم فيه في هذا التحدي مغرور علي بن محمد بن ناصر السنيدي، الدور دور المركز الثالث اللي قادم فيه حالول سالم بن دعيفيس بن حمود الوهيبي، المركز الرابع اللي واصل فيه في هذا التحدي شمردل جلال بن حمد بن محمد الجحافي، المركز الخامس في هذا الانطلاق الجميل والرائع هناك ياتي مصدع حمد بن علي بن خميس الينيبي اللي قادم في هذا التحدي الجميل والممتاز، المركز السادس او المركز السابع في هذا الانطلاق الجميل والمتميز هناك شمردل صالح بن عامر بن صالح النعماني، والمركز الثامن اللي واصل في راهي سالم بن محمد بن علي الزرعي، وتاسع المراكز تاسع المراكز شديد اشهاب بن محمد بن سالم الشبيبي، وعاشر المراكز في هذا الانطلاق الجميل والرائع اللي واصل في شاهين صالح بن عيد بن سالم القنوبي في هذا التحدي الجميل والممتاز. العشر المراكز الأولى أذعناها على مسامعكم في هذا الانطلاق الجميل والمتميز، وأعود مع الصدارة، أعود مع انطلاقة الجعادين اللي ينطلقن في هذا الصباح في هذا الانطلاق مغرور يا مغرور. علي بن محمد بن ناصر السنيدي من ينطلق في هذا التحدي الجميل، وبالفعل هناك مغرور والتكبر ظاهر في على ظهر مغرور في هذا الانطلاق الجميل والمتميز. الدور دور المركز الثاني هناك التحديات الجميلة من انطلاقتي في هذا الصباح، مصدع حمد بن علي بن خميس آل نيبي اللي انطلق على ثاني المراكز، ولكن التغيير اللي جرى وطرى هناك من شاهين حمود بن سالم بن رغش الوهيبي المركز الرابع اللي واصل فيه هناك ياتي شمردل، وتعود ملكية شمردل جلال بن حمد بن محمد الجحافي. أما المركز الخامس، المركز الخامس في هذا الانطلاق راهي سالم بن محمد بن علي الزرعي، لكن نعود مع الصدارة والخمس المراكز الأولى الدائرة التي تنحصر في هذه أيضا الكيلومترات الأخيرة على الخمس المراكز الأولى والدماء الشاهينية من تتصدر جموع هذا المسار، تتصدر جموع هذا التحدي مع انطلاقة الشاهين حمود بن سالم بن رغش الوهيبي من ينطلق في هذا الاندفاع الجميل والتحدي المثير والانطلاق المتميز. ولكن اللي قادم من الجانب الآخر، اللي واصل من الجانب الآخر، اللي قادم في هذا التحدي هناك عرمرم أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي، ولكن اللي واصل أيضا شاهين راشد بن حمود بن حمد المالكي في هذا الانطلاق الجميل المركز الرابع. شوف اللي قادم هناك أيضا من الجانب بالآخر في هذا الانطلاق هناك واصل حالول سالم بن دعيفيس بن حمود الوهيبي، وخامس المراكز ما شاء الله تبارك الله هناك الحنيش محمد بن محسن بن محمد الوهيبي. ولكن أعود هنا بوابة الكيلو، بوابة الكيلو متر الأخير، وحمود بن سالم بن رغش الوهيبي يحمل أيضا في طيات هذا الشعار الجميل، شعار ممثل السلطنة الدائم في انطلاقة هذا التحدي الرائع والمتميز مع الدماء الشاهينية. إذن شاهين من ينطلق في هذا المسار الجميل، ولكن شوف اللي واصل شاهين راشد بن حمود بن حمد الملك
الملكي ما شاء الله وتبارك الله، المركز الثالث، المركز الثالث في هذا الانطلاق الجميل والمتميز في هذا التحدي الجميل. ولكن شاهين، شوف انطلاقة شاهين، شوف اندفاع شاهين، ما شاء الله تبارك الله، والعصا مدفونة، العصا مدفونة. ولكن المالكي هذا اللي مع عن هبوب ذرع، الله الله ما شاء الله تبارك الله، واصل 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 شاهين مع انطلاقة المالكي في هذا التحدي الجميل والمتميز. هناك شاهين راشد بن حمود بن حمد المالكي في هذا الانطلاق الجميل، ولكن شاهين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، هذا اللي يخلي اعصابك على ثلج. اشكرك اشكرك يا ممثل السلطنة الدائم، هناك يحمل هذا الشعار الجميل مع انطلاقة شاهين حمود بن رغش الوهيبي، من انطلق في هذا التحدي الجميل والمتميز، حمود بن سالم بن رغش الوهيبي اللي انطلق في هذا الشوط الجميل، والعصا مدفونة، العصا مدفونة. اشكرك اشكرك يا ابو شاب على هذا العرض الجميل والرائع، على تقديم شاهين في هذا المسار الجميل. المركز الثاني هناك شاهين حمود بن سالم القنوبي، او وين حمود بن سالم، راشد بن حمود بن حمد المالكي، ثالث المراكز في هذا التحدي الجميل والرائع. هناك ياتي الغزال سعيد بن سالم بن علي الوهيبي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الانطلاق الجميل.